السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طارق شاكر، وأهلا بكم في المحاضرة الثانية من محاضرات كورس ترجمة العقود اللي بنقدمه على قناتكم، قناة عالم القانون. والقناة دي هي طريقك الأول على اليوتيوب علشان تقوي مهاراتك القانونية سواء بالإنجليش أو باللغة العربية بشكل عام. في المحاضرة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن العقود بشكل عام، اتكلمنا عن انواع العقود واركان العقد في القانون المصري وتعريف العقد. والمحاضرة اللي فاتت كانت مدخل لترجمة العقود باللغة العربية، علشان لما تترجم عقد او تتحط قدام عقد لازم تبقى عارف انت داخل على ايه بالظبط، او تبقى عارف التكييف القانوني للعقد اللي انت بتترجمه. لانه لو انا قلت لك تعالى ترجم على طول مش هتبقى عارف يعني سيلف كونتراكت ولا ليز كونتراكت، ومش تبقى عارف العقد ده عقد زمني، عقد فوري، عقد كذا كذا كذا. لا، في حاجات كده كان لازم تبقى تعرفها. الحاجات دي كلها شرحناها في المحاضرة اللي فاتت، فعلشان كده اللي ما شافش المحاضرة اللي فاتت لازم يشوفها. وهسيب لكم لينك المحاضرة اللي فاتت دي في صندوق وصف الفيديو تحت، فما تنسوش تشوفوه. علشان ما اطولش عليكم يلا ندخل في محاضرتنا النهارده، واللي هتكون introduction to contract بس باللغه الانجليزيه. اول حاجه هنعرف العقود باللغه الانجليزيه هي simple contract are enforceable agreement and governed by law and contract and court. العقود البسيطه عباره عن اتفاقيات ملزمات تحكم عن طريق القانون والمحاكم. simple contract are enforceable agreement and governed تحكم او تدار او تنظم by law and court. عندي بعد كده في حاجة اسمها some agreement are quick in exchange and other extended over large period. دي اللي اتكلمنا عنها في المحاضرة اللي فاتت، وقلنا في عقود زمنية وفي عقود فورية. عقود زمنية زي عقد الايجار تنفيذه بيتم على مراحل متفرقة من زمن، او الزمن بيدخل عنصر اساسي في تنفيذ العقد. تمام، انت بتأجر بتقعد فترة، بتدفع قصاد الفترة اللي انت قاعد فيها دي، منتفع بالحاجة اللي انت متأجرها، بتدفع ايجار. يبقى عندي بعض الاتفاقيات بتكون سريعة في التبادل، والاخر يمتد الى اطول صلاحية او مدة طويلة. Some agreement are quick in exchange. دي quick in exchange زي عقود البيع، بعت واشتريت ودفعت الثمن وانتهى. And other extended يستمر over خلال او عبر large period فترات طويلة. لكن عندي a promise an act اللي هو التعهد an act whereby one person binds himself to do or refrain from doing something. يعني التعهد ان شخص بيلزم نفسه انه هو يقوم بعمل او يمتنع عن عمل. يبقى التعهد ده من مصادر الالتزام، ان انت بتلزم نفسك، ما حدش يلزمك، انت بتعهد ان انت انك هتعمل حاجة او هتمتنع عن حاجة. زي مثلا واحد تعهد انه يضمن واحد تاني في حاجة، يعني مثلا بيقولك في حاجة اسمها عقد الكفالة، اللي هو مثلا لو هو ما ضمنش، يعني مثلا لو واحد كافل واحد والتاني ده اللي هو المكفول ما دفعش عليه، الكفيل هو اللي هيدفع. انت حد قال لك كفولني؟ لا، انت اللي الزمت نفسك ان انت تكفل، فبالتالي انت مسؤول قانونا بناء على التعهد. يبقى promise an act يعني هو تصرف، whereby بمقتضاه one person finds himself يلزم نفسه to do بفعل or refrain الامتناع عن from doing something او الامتناع عن عمل. بعد كده a promise must have a formalities يعني التعهد ده لازم ياخد شكل رسمي. ياخد شكل رسمي ازاي؟ it's being it's made a new form of a deed يعني لازم ياخد شكل، لازم يتكتب في وثيقة. انما الكلام ما عليهوش لجام، يعني مش واحد قال لك انا تعهدت تعهد خلاص، لازم يمضي على التعهد بتاعه ده، الا كل واحد قال كلمة يبقى ملزم بيها. لكن التعهد علشان يكون ملزم لازم يكون في وثيقة. a promise must have a formality it's being it's made in a new form. طب انا بقول لك ترجمة دي، بقول لك عشان تبقى عارف الفرق بين الوعد والتعهد، علشان اقدر اترجمها تعهد. عشان تترجم تعهد لازم تكون مكتوبة او مفرغة في اللي هي ديد، وثيقة واخدة شكل ايه؟ formalities and legally اللي هو قانون. نيجي بقى لحاجة
تاني مهمة جدا، واللي هي أركان العقد في إيه، في النظام الكومون لو أو في النظام الإنجليزي. إحنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت إن أركان العقد في القانون المصري رضا ومحل وسبب. هنا في حاجة اسمها الأوفر اللي هو الإيجاب اللي هو العرض، إن أنا بعرض، والأكسبتنس، والكونسيدريشن. الكونسيدريشن اللي هو المقابل، مش مستاهلة كلام فيها، مقابل لازم يكون في مقابل للعقد علشان يكون عقد. إنما الأوفر هنا تعريفه أن أوفر has been defined as، يعرف على انه an expression of willingness to contract on a certain terms، رغبة في التعاقد على شروط معينة، made with the intention it shall be binding as soon as it's accepted by the other bên، يتم بنية ان يكون ملزم بمجرد قبوله من الطرف الاخر. يعني انا بعرض العرض اللي هو مثلا انت اشتري مني الحاجة دي بمبلغ كذا، بمجرد ما انت تقبل ما ينفعش انا ارجع في كلامي، ما اقولكش لا اصل مش عارف ايه. هو ده يبقى an offer has been defined as، يعرف على انه كذا، و has been defined as ده مصطلح معناه يعرف على انه كذا او يعرف على كذا. an expression يعني تعبير، في willingness الرغبة to contract on، يعني contract هنا مش معناه عقد سوري مش معناه عقد، معناه تعاقد on a certain terms، شروط معينة، made with، تتم with intention، تتم بنية، that it shall be pending as soon as accepted by the other بارس. يعرف الإجابة على أنه تعبير عن الرغبة في التعاقد على أساس النية المؤكدة والملتزمة والملزمة بقدر الإمكان من قبل الشخص الذي حدد الإجابة. يعني الشخص اللي أصدر الإجابة هو اللي بيكون ملزم بمجرد قبوله مين، من الشخص التاني. ما هو العقد فيه طرفين، واحد بيقول الإجابة واحد بيقول القبول اللي هو الاكسبتنس. عندي definition of obligation اللي هو يعني تعريف الالتزام. an obligation is a legal bound، قيد قانوني، the object which to procure of an advantage for one person by constraining another to do or abstain from definite act. زيها زي التعهد، ان هو بيحط على نفسه قيد ان هو يلتزم بفعل حاجة او يمتنع عن فعل، بس التعهد هو اللي بيلزم نفسه، انما الالتزام بيبقى نتيجة دخوله في عملية تعهدية. يعني الالتزام هو قيد او تعهد قانون الحصول على ميزة لشخص واحد باجبار الاخر ان يفعل شيء او يمتنع عن فعل تصرف معين. يعني مثلا في عقد البيع هو بيلتزم على تسليمه الشيء المبيع، خد فلوس يبقى هيلتزم يسلم، انما في التعهد هو اللي تعهد بنفسه من غير ما يكون في مقابل للالتزام بتاعه. نيجي بعد كده لايه، لتعريف الاكسبتنس اللي هو القبول. ما احنا قلنا انه اركان العقد في النظام الكومن لو سيستم اوفر واكسبتنس وكونسيدريشن. الاكسبتنس اللي هو ايه، is a final unqualified expression of assent to the terms of offer، تعبير نهائي وغير مشروط قبولا لأحكام الإيجاب. يعني أنت بتقبل الإيجاب أو بتقبل العرض اللي اتعرض عليك قبول نهائي وغير مشروط، ودي مش مستاهلة فيها كلام أكتر من كده، غير إن القبول ده لازم يكون ما فيهوش عيب من عيوب الرضا اللي هي نفسها اللي قلناها في القانون المصري، غلط، تدليس، إكراه، استغلال. وانا جايب لكم ترجمتي تحت اهو، ادي عيوب الاراده او عيوب الرضا اهي، vices of consent عيوب الرضا، المستيك او الايرور اللي هي الغلط، والفرود فرود اللي هو الاكراه، والفرود اللي هو التدليس، والدريس او الفايلنس اللي هو الاكراه، وعندك exploitation اللي هو الاستغلال. نيجي بعد كده لتقسيمات العقود، وقلنا ان تقسيمات العقود كتير ومن كذا زاوية. ارجع للمحاضرة اللي فاتت هتلاقيني قايل لك على كل زاوية ازاي تقسم منها العقود. عندك bilateral and unilateral contract، bilateral and unilateral contract دي اسمها العقود الملزمة لجانب واحد، او العقد بالارادة المنفردة اللي هو العقد الملزم لجانب واحد، ده الكونتراكت، والملزم لاكتر من جانب اللي هو unilateral contract. يعني في عقد اللي هو زي مثلا الوصية او الهبة، ده بيكون
الموصي او الموهب او المتبرع، انما الشخص التاني اللي معلوه التاني ده بيبقى معلوش اي التزامات، فعشان كده اسمه العقد ملزم لجانب واحد. عندك العقود الملزمة لجانبين، وكل العقود ما عدا انواع معينة من العقود ملزمة لجانبين، اللي هي في التزامات وفي واجبات على عاتق كل طرف من اطراف العقد. الجريتيودس اند اونيروس كونتراكت، ودي اسمها العقود المجانية وعقود المعاوضة، يعني العقد اللي فيه مقابل وزي الايجار والبيع والتأمين واغلب العقود برضو فيها مقابل، دي اسمها انيروس. وعندي العقد اللي هو هبة وصية تبرع وقف اسمه جراتيوديس كونتراكت. عندي كونسنسوال اند فورمال اند ريال كونتراكت، كونسنسوال فورمال اند ريال كونتراكت، كونسنسوال فورمال اند ريال كونتراكت دي عقود رضائيه وعقود شكليه. الفرق بينهم ان العقد الشكلي ده المشرع بيشترط افراغ العقد في قالب شكلي معين عشان يكون العقد ايه صحيح، زي عقد البيع، زي عقد التامين، زي عقود الاذعان اللي مثلا بتبقى مثلا الشركه بيبقى مثلا انت بتروح مثلا تاجر عربيه من شركه او تأجر شقة أو أي حاجة، بيبقى فيه فورم معين كده أنت هتملاه وتمضي عليه كده، ده عقد إذعان. زي مثلا القرض بينك وبين البنك ده اسمه فورمال كونتراكت. إنما العقود الرضائية اللي هي العقود اللي تنعقد بمجرد تلاقي إرادة الطرفين، وغالبا هي عقود غير مسماة، وارجع هتلاقيني شارح لك النومينال كونتراكت اند ان نومينال نون نومينال كونتراكت للعقود المسماة في المحاضرة اللي فاتت. برضو عندي برينسيبال اند اكسسوري كونتراكت، العقود الأصلية والعقود التبعية. برينسيبال اند اكسسوري كونتراكت، العقد الأصلي اللي هو موضوع العقد، عقد تبعي مثلا ممكن ايه واحد مثلا راح فندق وحجز أوضة ومضى على الفورم بتاعتها، ده يعتبر زي عقد، ده عقد أصلي. الخدمات اللي بقى بتجيلك مرافقة للأوضة دي بتبقى عقود تبعي. العقد الأصلي عقد فندقة، وبقى الخدمات عقود تبعي. دول بقى شوية مصطلحات لا غنى عنهم في أي عقد، في أي عقد خلقه ربنا هتلاقي المصطلحات دي. عندك قاعدة مهمة جدا اسمها العقد شريعة المتعاقدين، the contract make the law between the parties، the contract make the law between the parties. بس هي مش هتجيلك كده بقى، هتجيلك بالمصطلح اللي تحت ده، مصطلح لاتيني اسمه باكتس سان سيرفاندا. باكتس سان سيرفاندا دي معناها العقد شريعة المتعاقدين. فانت لو لقيت باكت سان سيرفاندا على طول اسمها العقد شريعة المتعاقدين. ممكن تلاقيك ذا كونتراكت ميك ذا لو بتوين ذا بارتس عادي، بس الغالب والاشيع والقانوني باكتس سان سيرفاندا. عندك ليجوتيشن نزاع، لون فريوز عارية اسمه عارية الاستعمال، اللي هو انت زي حاجة شبيهة بالإيجار. بليدج رهن حيازي، هايبوثيك هايبوثيك رهن عقاري، وهفرق بينهم قدام إن شاء الله وهشرحهم بالعربي شرح وافي الفرق بين الرهن الحيازي والرهن العقاري. وهم الاتنين ملحوق العينية اللي بتبقى على ملحوق العينية المتفرعة عن حق الملكية. بعد كده the stipulation for the benefit of the third party، في حاجة اسمها الاشتراط أو التعهد لمصلحة الغير، ده زي مثلا ممكن مثلا زي ما يكون أب هيبيع حتة أرض بس مش هياخد تمنها، هيحط بند في العقد إنه تمن الأرض دي يؤدى إلى ابنه على مثلا مرتب لمدى الحياة. ده حاجة اسمها أنا اشترطت الواحد مش موجود، دي اسمها الاشتراط لمصلحة الغير، the stipulation for the benefit of the third party، الاشتراط لمصلحة الغير. إنما أنا لو هترجمها ترجمة حرفية تبقى اشتراط stipulation، الاشتراط for benefit، لفائدة of the third party. اوعى تترجمها كده، الاشتراط لمصلحة الغير أو تعاقد لمصلحة الغير. legion 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 الغب، ودي غالبا بتبقى في عقود الإزعام، وده برضه من عيوب العقد او من عيوب الاراده برضو. اتور اتور اللي هو المزاد العلني، وده مرتبط بالرهن العقاري وهشرحه قدام برضو ان شاء الله. عندي يونيفرسال كيز، يونيفرسال كيز الخلف العام اللي هم زي الورثه. اونيروس لسه قايلينها فوق، عقود المعاوضه. ريفوك 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 يعدل
speculation، speculation اللي هي مضاربة، اللي هي زي ايه، تجارة. عندي pledge برضو رهن، نفس البليدج رهن حيازي hypothec رهن عقاري. بكده نكون خلصنا المحاضرة التانية من أو المقدمة التانية من محاضرات كورس ترجمة العقود. وعن بعد كده إن شاء الله في المحاضرة الجاية هندخل على نموذج عقود ونترجم ترجمة عملية إن شاء الله. كان معاكم طارق شاكر، أتمنى إنكم تكونوا استفدتوا، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتنا اللي هي طريقك الأول على اليوتيوب علشان تتقن الترجمة القانونية، ومش بس كده علشان تقوي مهاراتك في كل فروع القانون سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.